تذكرون احنا ذاك الاسبوع اخذنا السوليوشن اوف نان الكترولايت وحكينا قلنا الالكترولايت هي والقوانين مالتها وشون انه احنا النان الكترولايت ما سوينا كوندكتنت للالكتريك كارنت. هسه عندنا شو اسمه السوليوشن اوف الكترولايت اللي هي القوانين مالتها شويه ايدنتيكال بس بيها كالكوليشنز اضافيه اذا نريد نحسب الكوليجيوم بروبرتيز. هو هذا الفرق مالتها. هو هذا الشابتر هو جدا بسيط ما بي اي تعقيدات ولا اي مشاكل, فقط انه شلون الفرق السوليوشن اوف الكترولايت عن نان الكترولايت وشلون الفاكتور اللي راح ينضاف. الالكترولايت ار سبستانسز فورم ايونز ان ذا سوليوشن كوندكت الكتريكال كارنت. الكترولايت مي بي سب ديفايدد فيرذر انتو سترونج الكترولايت مثل هيدروكلوريك اسيد وصوديوم سلفيت والويك الكترولايت مثل الافيدرين والفينوباربيتال. سترونج الكترولايت ار سبستانسز ذات ار كومبليتلي ايونايزد وين ذي ديزولفد ان ووتر ذي كوندكت ان الكتريك كارنت فيري افيشنتلي. This class of strong electrolyte include soluble salt, BaCl2, strong acid, مثل ال HCl, HNO3, H2SO4, و strong base, مثل NaOH وال KOH. هاي هي ال strong electrolyte التقسيمات مالتها, قد تكون أملاح أو قد تكون حوامض أو قد تكون قواعد. زي. هاي هذا هو طبعا اكزامبل. اذا اجينا خلينا فد يعني ضوء وحتى نشوف ايش قد التوصيل مالت السوليوشن اوف النان الكترولايت والويك الكترولايت والسترونج الكترولايت مثل ما تشوفون هنا قدامكم. النان الكترولايت ماكو اي اضاءه لانه ما عندنا اي الكتريكال كارنت. الويك الكترولايت راح تكون عندنا إضاءة بس ما راح تكون عالية, شوفوا هذا الضوء يكون خافت. والسترونج الكترولايت الضوء راح يكون عالي لأنه أني الأيونزكم الأيونزكم يعني الموليكيولز اللي مكونة الأيونز هاف كومبليت أيونيزيشن للبوزيتيف والنيجاتيف تشارج. بالويك الكترولايت يكون عندنا ويك أور إنكومبليت أيونيزيشن. هذا هو الفرق. The recording has started. زين. هاي هي الطريقة اللي نعرف بها إذا الكترولايت موجود بالمحلول مالتي أو ما موجود. زين. هسه عندي الويك الكترولايت substance that exhibits small degree of ionization in the water. They produce relatively few ions when dissolved in water. تكون ايونات قليلة من يصير بيها من تنحل بالماء. Their solutions produce a small current. Most common weak electrolyte are weak acid مثل الacetic acid والweak base مثل الأمونيوم هيدروكسيد. وإحنا مثل ما نعرف كل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أغلبها طبعاً أنا ما يصير أعمم كلها أغلبها هي يا أما weak acid or weak base. يعني لأنه حتى لأنه إحنا خمر ريد الأيونيزيشن يصير كلش قوي وإحنا عندنا مثلاً عندنا سترونج بيس وخليناه ويا الستومك راح يصير انفجار بداخل المعدة. فلهذا هي احنا دائما بالتصنيعات الادويه نحاول انه تكون التارجت مالتنا يكون ويك الكترولايت لانه احنا سترونج الكترولايت ما بدنا. وان شاء الله يعني حتى تدرسون حتى التفاصيل مالتها ان شاء الله بالسموم صف رابع حس تشوفون بالتوكسيسيتي مثلا من واحد شارب محلول أسيديك أور بيسيك ما يصير ننطي حتى نعادل لأنه راح المعدة يصير بها يعني تفاعل جدا قوي وإحنا هذا الشيء ما نريده. يعني إن شاء الله هاي كلها تدرسوها. إحنا نأخذ هسه التفاصيل بس هي تبقى ببالكم الحد ما تأخذون مادة لأن هي الفيزيكال فارماسي مرتبطة بكل العلوم إضافة إلى ارتباطها بفرع الصيدلانيات
اللي هي الصيدلة التكنولوجية والصيدلة الصناعية والصيدلة الحياتية ودوزج فورم ديزاين، بس هي أيضا مرتبطة راح تشوفوها بالفارماكولوجي، الابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن، كل ساعة راح ترجع عندكم الايونايزيشن والنان ايونايز والايونايز فورم، ومنو يصير بيه اكسكريشن ومنو يصير بيه ميتابوليزم وهكذا. وبالسموم ايضا انتم تريدون تعالجون الحاله اللي صايره عندكم نتيجه التوكسيسيتي، مثلا ايش تنطون للمريض، اذا تنطون مثلا يعني مواد، حتى اذا كانت عندك ويك اسيد شنو اللي راح تنطيه، اذا كانت عندك ويك بيز لازم اول ما يروح للاستعلامات مالت السموم يساله يعني هو شنو اصلا، لازم من البدايه تعرف المريض هو اصلا ايش ماخذ، او لا سمح الله الطفل مثلا شنو اللي شاربه، حتى انت تعرف من النيتشر اوف يور ماتيريالز، تعرف شلون تنطي الانتيدوت اللي يوقف التوكسيسيتي لهذا البيشنت. زين هسه اني بما انه انا عندي سوليوشن اوف الكترولايت، يعني وبما انه انا اصلا هو العنوان مالتي كله اني تحت انظم تحت عنوان السوليوشنز، فاني السوليوشنز هي كلها بيها قلت لكم كوليجاتيف بروبرتيز. الكوليجاتيف بروبرتيز هي نفسها بالضبط اللي موجوده بالنان الكترولايت سوليوشن، بس عندنا اكو فد فاكتور دي يتغير في كل مره. زين احنا هاي خلي نقول خلينا ناخذ اول اكزامبل اللي هو مثلا الاوزموتيك بريشر باي ايكوال تو ار ار تي سي، هاي احنا شرحناها ذاك الاسبوع. زين بالالكترولايت بالسوليوشن اوف الكترولايت شاف انه احنا اذا خلينا الكترولايت سوليوشن اشو البريشر بيصير ثلاث او اربع او خمس اضعاف المحلول اللي هو نان الكترولايت. فهنا شنو هنا يستنتجوا انه هاي العلاقه تعتمد على نوع الالكترولايت، فلانه هنا انا دي يصير عندي ايونايزيشن راح تروح الى ديفرنت الكترولايت، هناك هي موليكيولز وحده ما يصير بيها ايونايزيشن، فالبيبر بريشر مالتها ثابت، فلهذا راح يصير اكو فد موديفيكيشن على الكوليجاتيف بروبرتيز اللي هو الاي فاكتور. The I factor plotted against the molar concentration of both electrolyte and non-electrolyte in the following figure. هسه راح أعطيكم إياه الفيجر، هي وراها اللي ذيش المرة قلت لكم هذا الفيجر راح أشرح لكم إياه من أوصل لل solution of electrolyte. طبعا هي هنا أكو فد قيمة راح نضيفها للالكترولايت solution اللي هي قيمة الآي. هاي الاي هسه ندخلها احنا بالاكويجن مالتنا، هاي الاي قيمتها واحد باللول مات النان الكترولايت. طبعا بالسترونج الكترولايت قيمتها تقريبا تساوي النمبر اوف ايونز فورمد ابون ديسوسيشنز، مثلا بالان اي سي ال 2 بالسي اي سي او 3 هذن كلهم سترونج الكترولايت اثنين، بالK2SO4 وبالCACL3 قيمتها ثلاثة، لأنه يعني نشوف الK2SO4 راح اثنين K عندنا وSO4 وCA وCL2 يعني هنا اثنين، الFESL3 مثلا عندنا CL3 سوري أربعة الآي فاكتور مالتها. فهنا نقيس على النمبر اوف ايونز فورمد ابون ديسوسيشن، وهي بسترونج الكترولايت القيمه مالتها تقريبا، هي احنا ما نقول 100% تقريبا مالتها القيمه تساوي لي النمبر اوف ايون ديسوسييتد، مثل ما شرحت لكم هسه بالان اي سي ال 2 سي اي سي او 4 2 3 للكي 2 اس او 4 والسي اي سي ال 2 و4 للاف اي سي ال 3. هنا شوفوا بعض هذا الفيجر اللي ديش المرة قلت لكم عليه، شوفوا قيمة الآي الـ NaCl 2 قيمتها، الـ CaCl 3 رايحة لقيمتها 3، بعض السكروز لأن هو نان الكترولايت شوفوا القيمة مالته هي 1، هاي قيمة الـ Van't Hoff Factor للـ الكترولايت والنان الكترولايت. فقيمة الآي هي اللي راح
تنضاف. طبعا احنا عادي نقدر نضيفها بالسوليوشن اوف الالكترولايت، بس هي في كل الاحوال قيمتها واحد. اذا اجتكم بالامتحان وقلت لكم كالكوليت اي فاليو فور ذا فولوينج كومباوند، او جبت لكم اياها كاختيارات، لازم تعرفون انه يعني هي موجوده بس قيمتها يونيتي واحد. زين، هسه اجي اريد اشوف الكوليجاتيف بروبرتيز، يعني هي كلها باعوها نفس الاكويجنز، كل هاي الاكويجنز الاربعه اللي نطيتكم اياها بالاخير قلت لكم هاي مختصر مفيد تقريبا لكل قوانين السوليوشن اوف النون الكترولايت. هنا هي موجوده بالنون الكترولايت، هاي قيمه الاي احنا راح نضيفها وهي تساوينا واحد للنون الكترولايت. من انا عندي الكترولايت، من تشوفون بالمساله اجتكم الكترولايت، قيمه الاي هنا عندي راح تساوي لي تعتمد على النمبر اوف ايون فور ديسوسيشن. طبعا السترونج الكترولايت مثل اللي هسه الاكزامبل اعطيتكم اياه سي اي سي ال 3 او الان اي سي ال، هذني نعتبرهن كومبليت ديسوسيشن، تقريبا يعني نقدر نحسبها على النمبر اوف ايونز تقريبا. دا اقول لكم مو 100%، يعني هي هم اذا انا بالمساله اعطيتكم اياها اعطيتكم اياها، اذا ما اعطيتكم اياها هنايا تبدون تسوون لها بريدكشن، انتم تخمنون قيمتها. مثلا هنا شوفوا هذا الاكزامبل، الصوديوم كلورايد الاوزموتيك بريشر مالته 2، يريد العفو الاوزموتيك بريشر مالته 2 مولر سوليوشن اوف صوديوم كلورايد ات 20 ديجري سيليسيوس. الاي فاكتور هنا شوف الاي يعني انا اعتذر طلاب، يعني خلاص انتم سجلتوا حضوركم يعني ضامنين حقكم، بدينا شويه بدايه بسيطه بالسوليوشن اوف الكترولايت، باشر ان شاء الله عندنا اللي يسمعني عيني طلاب باشر عندنا كويز بالمسائل اللي المفروض كان اليوم احنا نسوي بيها، باشر يعني عندكم كويز باي طريقه، قد تكون طريقه الاورال او قد تكون شيرينج او قد تكون كل طالب وحده يمتحن، يعني اوزعكم على القاعات، يعني انا باشر ان شاء الله اختار الطريقه المناسبه حسب فراغ القاعات. واعتذر اليوم جدا عن يعني الخلل اللي صار، وان شاء الله التقيكم على خير باشر، ويعني ان شاء الله شو اسمه هسه راح انزل ادزها لمحمد عيني المسائل مالت نهايه الشابتر، لان هو الولد كتب لي البارحه دا يذكرني، ومن اخلص هذا الشابتر ايضا اللي دا يسمعني همينه ادز لكم شو اسمه المسائل اللي تخصه المد مالتنا لحد ما خلص باكر هذا الشابتر فقط، يعني يعني باكر ومجموعه العقبة، يعني وراها احنا اي شيء راح اعطيكم اياه وراها، اذا اكو بعد محاضرات فهو مداخل بالامتحان. تفضل نعم، من بده يحكي وياي؟ العفو دكتور، هاي هسه الملزمه اللي نزلت فيها مال الالكترولايت اللي هي 15 داي، اي اكو ملزمه مثل بعد لا لا هي هاي بس هاي بس هاي بس هاي اي بس هاي بس هاي الملازم عندكم لثلاثة عيني، اريدكم تقروها قرايه زينه، وهذا سعيكم ان شاء الله حتدخلون به للامتحان الفاينل. اعتذر جدا مره ثانيه عن الخلل اللي حصل، وان شاء الله باكر نلحق يعني نكمل المحاضره ونتكوز. قلت لكم قد تكون طريقه الاورال، يعني على السبوره يقوم الطالب يحل المساله من المسائل اللي اعطيتكم اياها، قلت لكم هاي عليكم. وطبعا نفس المسائل هي مات النان الكترولايت نفسها ممكن انه اجيبها بس للالكترولايت، بس مجرد انه اغير بالاي فاكتور طريقه حسابه. ان شاء الله حاعطيكم باكر تفاصيلها ان شاء الله. يجوز احنا بالبدايه نتكوز وبعدين نكمل، او نكمل المحاضره نخلص من عندها لما نعرف شنو الظروف، وبعدين وراها نكمل الكوز مالتنا. التقيكم على خير ان شاء الله باكر وعقبال الشعب الاخرى. شكرا جزيلا واعتذر مرة ثانية.